بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرن والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
بأسهم بينهم شديد تحسبهم Allahul Azim. Ori yang baru saja turun dari